يا شباب الكل في انتظاركم، المسيح عيسى عليه السلام ينتظركم في السماء الثالثة، يريد تحرككم لكي ينزل موجها ومرشدا. المهدي من خلف سجاف الغيب ينتظر تمهيدكم وإعدادكم ليظهر قائدا وموجها. جبريل وملائكة السماء مستنفرون في العلياء ينتظرون منكم حركة الأرض لكي تأتيكم مدد وغوث ونصرة السماء. بشارات النبي عليه الصلاة والسلام تنتظركم لكي تكونوا لها محلة، فترفع راياتها وتحقق نبواتها وتكون أهلا لأن تكونوا أنتم محلا لها، تظهر على أيديكم وبكم. خزائن النصر مدلاح بين السماء والأرض، تريد أن تمتد أياديكم بالضراعة والدعاء وأعينكم بالبكاء وقلوبكم بالرجاء من أجل أن تفتح هذه الخزائن نصرا على أمتكم وبلادكم وعلى إخوانكم في كل مكان. أقصاكم يصرخ، قدسكم تنادي، تنتظركم على أحر من الجمر، تريد نهوضكم، تريد استعدادكم، تريد أن تعودوا خير أمة تبنوا الدين والدولة، تبنوا الآخرة والحياة، تصنع أمة متماسكة قادرة على دحر عدوها وإرجاع مقدسها. جراحكم في كل مكان تنتظر أياديكم الحانية لكي تضمدوها وتوقفوا نزفها. دم الشهداء، دم الأعراض ينتظركم لكي تثأروا، فيا لأيام النصر والثأر القادمة ويا لتلك الثارات المنتظرة. يا أحبتي في الله، المستقبل الآتي ينتظركم لكي تصوغوه أنتم على مقياس من وحدة وكرامة وعزة وخيرية، وتنهوا حياة الذل والفرقة والمهانة من واقع أمتكم. يا شباب، يا شباب، أنتم الأمل.